السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة. لو أول مرة تزور في القناة يا ريت تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، معكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام فولهام بعد التعادل في المباراة في الجولة 19. طبعا دي المباراة دي في الجولة 18، المباراة أمام ليفربول كانت في الجولة 19. في حاجة غريبة كده في الدوري الإنجليزي، مش مهم. المهم مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام القادمة بإذن الله تعالى في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز هيكون ميعادها غدا الأربعاء 20 يناير 2021 أو 20/1/2021. المباراة ميعادها الساعة 10:15 مساء أو 10:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق. المباراة ميعادها الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، يعني دخلنا في يوم الخميس، يعني 12:15 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان. المباراة ميعادها الساعة 9:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وميعادها الساعة 8:15 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1، ومعلق المباراة هو أحمد الطيب، والملعب كرافين كوتاج الخاص بنادي فولهام. القنوات الأجنبية الناقلة للمباراة زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. مانشستر يونايتد حاليا هو متصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة من 18 مباراة. أما فولهام فهو في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة بعد لعب 17 مباراة. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.